اولا الفيلم هو طبيعه فيها من هويتنا وثقافتنا، يدخل الى منطقه وكواليس سباق الهجن، في ايضا تجار يستغلون هذه الرياضه للكسب المادي وايضا يستغلون الاطفال. انا على النقيض من الاستغلاليين، انا دوري طيب بالعكس، يدعم الصغار، يدعم هذه الرياضه. استمتعت بالفيلم، فخور انه هذا فيلمي الثاني في مهرجان البحر الاحمر السينمائي بعد فيلم الى ابني، واتمنى ان يحظى بقبول المشاهدين.